بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 135. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح في اللغة الاجتماع، يقال تناكحت الأشجار إذا اجتمعت، وتناكحت الرماح إذا التفت، ويراد به شرعا عقد النكاح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فقوله إذا نكحتم المؤمنات يعني عقدتم عليهن، ويطلق النكاح ويراد به الوطئ، كما إذا قيل نكح الرجل زوجته فإنه هنا يراد به الوطئ لا غير. إذن فالنكاح شرعا يطلق ويراد به العقد، ويطلق ويراد به الوطئ. والنكاح في الشريعة الإسلامية عقد شريف ترتب عليه مصالح عظيمة، وهو جار على مقتضى الحكمة الإلهية في نمو البشر وتكاثر البشر. الله سبحانه وتعالى أمر بالنكاح، قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وقال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ويترتب على النكاح مصالح عظيمة، من أعظمها إعفاف الفرج من الوقوع في الفاحشة. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن منافع النكاح أن الرجل يقوم على المرأة ويحميها ويصونها وينفق عليها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ومن مصالح النكاح العظيمة حصول الأولاد الذين ينتفع بهم الوالدان وتنتفع بهم الأمة الإسلامية. قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ففي حصول الذرية تقوية للأمة وتكثير لعدد الأمة، ففيه مصالح عظيمة، وفيه أيضا تعاون الزوجين وتكافل الزوجين فيما بينهم على المصالح، فالزوج يكتسب له ولزوجته، والمرأة ترعى بيت زوجها وتنظمه وتربي الأولاد وتقوم بخدمة البيت، فيحصل التعاون بين الزوجين. وسنة الله في الكون
أنه خلق من كل زوجين اثنين من أجل بقاء النسل. فكل المخلوقات الله جعل منها ذكورا وإناثا لأجل التوالد والتناسل، فالطيور والحيوانات والحشرات والسباع وكل حتى النباتات حتى، فكل شيء جعل الله منه هذان الزوجان. وأشرف المخلوقات هم بنو آدم، ولقد كرمنا بني آدم، حملناهم في البر والبحر، رزقناهم من الطيبات، فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، جعل منهم الذكر والأنثى، وأمر الذكور بالتزوج من الإناث على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل ضمان هذه المصالح العظيمة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو سنة. النكاح يكون سنة ويكون واجبا ويكون مباحا. يكون سنة لمن وجد الشهوة ويأمن على نفسه الوقوع في الفتنة، فهذا يستحب له أن يتزوج. ويكون واجبا على من وجد شهوة ويخاف من الوقوع في الفتنة، فهذا يجب عليه إذا استطاع، يجب عليه أن يتزوج كفا لنفسه عن الفتنة. ويكون مباحا لمن ليس فيه شهوة، يباح له أن يتزوج من أجل منفعة الزوجة وخدمتها له وقيامه هو عليها، ففيه مصالح على كل حال. نعم. قال: وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. نعم، من وجد شهوة لكنه لا يخاف على نفسه من الفتنة فإن المستحب له أن يتزوج، وزواجه أفضل من اشتغاله بنوافل العبادة من صلاة وصيام وغير ذلك، لأن نوافل العبادة مقصور نفعها عليه. نعم. وأما الزواج فيتعدى نفعه إلى غيره، وفيه أيضا إعفاف للنفس. نعم. ويجب على من يخاف زنا بتركه. هذا حكم الوجوب. متى يجب النكاح؟ يجب على من يخاف على نفسه من الزنا إذا لم يتزوج، فيجب عليه أن يتزوج إذا وجد استطاعة. نعم. ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية. نعم، يسن نكاح امرأة واحدة ولا يعدد، لأن التعدد تحمل لمسؤولية وقد لا يعدل بين الزوجات فيحصل منه الضرر، فإذا اقتصر على واحدة فإنه يسلم من هذه المسؤوليات. قال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. نعم. دينة أجنبية. دينة، يختار المرأة الدينة، لأن الدينة فيها خير كثير، تصون نفسها وتحمي حق زوجها، وفيها مصالح بخلاف المتساهلة في دينها، فإنها قد لا يحصل بها المطلوب من كل وجه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربت يداك. فحث على اختيار الدينة وأن تقدم على ذات المال وذات الحسب وذات الجمال، فإن دينها يكون فيه خير كثير لها وله. نعم. أجنبية. نعم، يستحب أن يتزوج أجنبية، يعني من غير الأقارب، لأنهم يقولون هذا أنجب للولد. وإن تزوج من الأقارب فلا بأس، فعلي بن أبي طالب تزوج بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج من قريش عليه الصلاة والسلام،
فلا بأس بزواج الأقارب، لا كما يقوله بعض العصريين أنه يورث الأمراض أو يورث المحاذير التي يذكرونها ويرهبون الناس بها. نعم. هذا غلط كبير. نعم. بكر. نعم، يستحب أن يتزوج بكرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل هي بكر أو ثيب؟ قال: بل ثيبا. قال صلى الله عليه وسلم: فهل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ نعم. ولود. نعم، يستحب أن تكون ولودا، فلا ينبغي تزوج العقيم، بل يختار الولود، قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. لأن من أعظم مصالح الزواج الاستيلاد وتكثير عدد الأمة وحصول الأولاد الذين ينفعون أولادهم والديهم ويبرون بهم. نعم. بلا أم. يستحب أن تكون بلا أم، قالوا لأن الأم قد تفسدها عليه وقد تخببها عليه، وهذا إنما يكون في بعض الأمهات، وغالب الأمهات المؤمنات فيهن خير ويصلحن بين الزوجات وأزواجهن، وإنما هذا باعتبار بعض الأمهات السيئات. فإذا علم أن أم هذه البنت سيئة وأنها شريرة فلا ينبغي له أن يتزوج بنتها، لأنها تفسدها عليه وتؤثر عليها. أما إذا علم أن أمها دينة صالحة فإنه يتزوجها. نعم. لكن مقصد شرعي أن يقصد امرأة بلا أم؟ بلا أم عرفت بالشر، عرفت به. أما إذا كانت معروفة بالخير فلا مانع، بل قد يكون من المصلحة أن تكون أمها طيبة وأمها صالحة وتعين بنتها على البقاء مع زوجها وعلى التعاون مع زوجها. نعم. قوله يا شيخ: يسن نكاح واحدة، وقولكم أنه الأصل، معنى ذلك أن السنة الواحدة والتعدد جواز؟ يعني إذا علم من نفسه القيام بحقوق الزوجات فإنه يعدد، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فإن علم من نفسه أو خاف من نفسه التقصير في حق الزوجات وأنه لا يستطيع العدل بينهن، العدل المطلوب الذي هو العدل في النفقة والعدل في الكسوة والعدل في المسكن والعدل في المبيت، فإذا خاف من نفسه الحيف فإنه ينبغي أن يقتصر على واحدة من أجل السلامة من الحيف. نعم. قال: وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة. هذا من أحكام الخطبة، إذا خطب امرأة وغلب على ظنه أنه سيجاب، أو أراد أن يخطب امرأة وغلب على ظنه أنهم يجيبونه، فإنه استحب له أن ينظر إليها من غير خلوة، أن ينظر إليها من غير خلوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فانظر إليها، فإنه حري أن يؤدم بينكما هل لا نظرت إليها، فينظر إلى ما يدعوه إلى تزوجها ويرغبه فيها، وذلك بأن ينظر إلى وجهها وكفيها ورأسها وما يظهر غالبا، ما يظهر غالبا. أما ما لا يظهر غالبا فلا يجوز له أن ينظر إليه، لأنه فتنة ولأنه لا حاجة إليه، فينظر. ويشترط أن يكون النظر أولا بما يظهر منها غالبا، هذا واحد. الشرط الثاني أن يكون ذلك من غير خلوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فيكون ينظر إليها بحضرة من تزول به الخلوة وبقدر الحاجة. نعم. شيخ، الحقيقة أن هذه مسألة تحتاج تفصيل يعني، ولعلكم تقفون عندها قليلا. والواقع الآن أن كثير من الأولياء ينظرون إلى حق الخاطب أنه يجوز له أن ينظر إلى المرأة،
فيقتحمون كثيرا من الخطوط المحظورة، والواجب أن ينظر لحق الخاطب وهو صحيح، كما يجب أن ينظر لحق المخطوبة. امرأة مسكينة في زهرة شبابها، ضعيفة أنثى تساق إلى الشباب، يعني يمكن يكون الخاطب شابا متعجلا ولا طائشا ولا أهوج، حتى يحكم عليها في لحظات، يحطمها حطما. فهل نقول أنها تساق البنات مثل سوق الأنعام عشان يجلس في المجلس ثم ينظر إليها؟ ويمكن ما يدخل في سباق الرهان هذا إلا الجميلات، ثم إذا رأها اثنان أو ثلاثة يعني كيف يكون شعورها؟ هل صحيح أنه فعلا يجب أن تساق المخطوبات للخطاب في المجلس كذا ينظر ما يريد ثم يقول لا أنا غير مرتاح، ولا أو أن المطلوب شرعا أنه ينظر إليها وهي لم تشعر مثلا؟ هذا النظر إلى المخطوبة له ضوابط شرعية. طيب، له ضوابط شرعية. أولا، الولي ما يمكن كل أحد ممن ذكرت من الطائشين ومن أصحاب النزعات وطيش الشباب، ثقافة أفلام، نعم، هذا ما يمكنه، ما يمكن إلا رجلا ثابتا مأمونا يعلم أنه يريد الزواج ولا يريد التفرج على بنات الناس، وإنما يريد الزواج حقيقة، وهو رجل منضبط ومأمون، هذا يأذن له في النظر. أما إنسان ما هو منضبط وعنده طيش وعنده تسرع فهذا لا يجيبه ولا يجيبه في الخطبة ولا يمكنه من النظر إلى موليته، لأن هذا ضرر من غير مصلحة. وثانيا كما ذكروا أنه لا بد من أن يكون ينظر ما يظهر غالبا من الكفين والوجه والرأس، وأما ما لا يظهر غالبا فهذا لا يجوز النظر إليه، لأنه فتنة ولأنه لا داعي إلى النظر إليه، بل يكفي نظر ما يدل على جمالها أو دمامتها ويدل على حسنها ويدل على، فيحصل المقصود بهذه الأشياء، بالأشياء التي تظهر غالبا، لأن مركز محاسن المرأة هو الوجه، فإذا نظر إلى وجهها فحينئذ إما أن يعني يستسيغها ويقدم على تزوجها، وإما أن يتراجع عنها ولا يكون في ذلك ضرر عليها ولا عليه هو، لأن ما أذن فيه الشارع لا يكون فيه ضرر إذا استعمل بضوابطه الشرعية، إذا أحسن استعماله فلن يكون فيه ضرر أبدا. لكن لو تزوجها وهو لم يرها ولم ينظر إليها ثم دخل عليها ووجد أنها ليست على رغبته، ماذا يحصل من الفساد، وماذا يحصل من الطلاق، وماذا يحصل من النفرة؟ فتلافيا لهذا يباح النظر، هذا من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، هذا من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، فيباح في هذه الحالة خاصة. وهذا مما يدل على وجوب الحجاب، لأنه لو كان ليس هناك حجاب ولا تغطية للوجه لم يحتاج الناس إلى أنهم عندما يخطبون المرأة ينظرون إلى وجهها، لأنها كانت مكشوفة الوجه من الأصل فلا حاجة إلى، فهذا دليل على وجوب الحجاب، وأنه لا ينظر إلى وجه الأجنبية إلا في هذه الحالة إذا أراد خطبتها. التوجيه النبوي الكريم ليس موجها إلى أولياء البنات أنهم يسوقونهن سوق الأنعام للخطاب، لكن موجه الخطاب أن ينظر ما استطاع، بمعنى أن يحتال إليها مثلا، بحيث ممكن الولي يمكن الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته من النافذة ولا من الباب ولا في سيارة، المهم لا تشعر هي حتى لا تخرج بعد خاطبين أو ثلاثة مكسورة مهيضة الجناح. كأنك تقول إنه ما ينظر إليها برغبتها وحضورها، وعلم أخوانها وأخواتها والجيران، وإنما ينظر إليها خفية وهي لا تدري. يبدو أن هذا هو التوجيه. هذا إذا حصل، لا ما هو بهذا، يعني ما هو خاص بهذا، لكن هذا إذا حصل فلا بأس، هذا إذا حصل فهو لا شك أنه أضبط وأحسن، لكن يباح له أن يتفق مع وليها ومعها هي وينظر إليها، يجوز هذا. وإذا كان هناك محذور من النظر أو هي أبت أن ينظر إليها أو وليها أبى والخاطب له رغبة فيها، فله أن يرسل امرأة ثقة
من أمه أو أخته أو من يثق بها يرسلها إليها وتنظر إليها وتخبره عنها، عن صلاحيتها أو عدم صلاحيتها. نعم، أثابكم الله. قال المؤلف رحمه الله، يقول مرارا الشيخ قبل أن نتخطى العبارة، يقول مرارا يعني أن ينظر أكثر، يعني يكرر النظر إليها، ما يكفي نظر مرة، لأنه ربما تكون المرة الأولى ما هي كافية، فينظر إليها مرة ثانية حتى يقتنع من الإقدام عليها أو على تركها. نعم. حدث بعض الثقات أن خاطبا رأى امرأة 6 مرات ثم طلق. ما هو بلازم أنه إذا رآها أنه ما يطلقها، قد يطلقها، هذا ما هو، لكن هذا من باب دفع المضار وجلب المصالح. نعم. قال ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة. هذا بيان ما يجوز من الخطبة وما لا يجوز. فالبائن بينونة كبرى، البائن بينونة كبرى بوفاة أو بطلاق 3، هذه لا يجوز لأحد أن يخطبها تصريحا بأن يقول أريد أن أتزوجك، أو يخطبها من وليها تصريحا، وإنما يجوز بذلك التعريض، يجوز التعريض بأن يقول لي رغبة، أنا في مثلك لراغب، وتجيبه هي ما يرغب عن مثلك وما أشبه ذلك، فلا يقول لها أن أريد أن أتزوجك وهي تقول أنا موافقة على الزواج منك، هذا لا يجوز. قوله سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، فمفهوم الآية أن التصريح حرام وفيه جناح، وإنما رفع الجناح عن التعريض، هذا في البائن بينونة كبرى. أما البائن بينونة صغرى فيجوز لمطلقها خاصة أن يصرح لها، لأنه يجوز له أن يتزوجها في عدتها، فيجوز أن يخطبها تصريحا وتعريضا، هذا المطلق، البائن بينونة صغرى. أما غير المطلق فيحرم عليه التصريح ويحرم عليه التعريض، ويباح له التعريض كالبائن بينونة كبرى، الأجنبي يخطبها تعريضا لا تصريحا، سواء كانت بائنا بينونة كبرى أو بينونة صغرى. أما الرجعية المطلقة الرجعية فلا يجوز لأحد أن يخطبها، لأنها في عصمة زوجها ما دامت في العدة، فلا يجوز لأحد أن يخطبها ما دامت في العدة، لا تصريحا ولا تعريضا. إذن المطلقات أو المفارقات من النساء على 3 أقسام. القسم الأول البائن بينونة كبرى، هذه لا يجوز لأحد أن يخطبها تصريحا، وإنما يجوز التعريض. ثانيا البينونة بينونة صغرى، هذه لا يجوز للأجنبي أن يخطبها تصريحا، وإنما يخطبها تعريضا. وأما الزوج فيجوز، المطلق يعني، وأما المطلق فيجوز له أن يخطبها تصريحا وتعريضا، لأنه يجوز له أن يتزوجها وهي في العدة. ثالثا الرجعية، هذه زوجة لا يجوز لأحد أن يخطبها، لأنها في عصمة المطلق إلى أن تنتهي عدتها. نعم، أثابكم الله. قال ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة بدون التعريض. دون التعريض فيباح، ويباحان لمن أبانها دون 3، يباحان التصريح والتعريض لمن أبانها بينونة صغرى دون 3 كرجعية. نعم. قال ويباحان لمن أبانها دون 3 كرجعية. الرجعية زوجته، يعني يراجعها لأن ما زالت في عصمته. نعم. ويحرمان منها على غير زوجها، يحرمان التصريح والتعريض على غير زوجها في الرجعية يعني. نعم. والتعريض إني في مثلك راغب وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما، هذا هو التعريض في الخطبة الذي
نص الله عليه بقوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، يعني المطلقات أو المفارقات. نعم. فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة، هذا حكم خطبة، حكم خطبة المخطوبة، حكم خطبة المخطوبة. إذا جاء مسلم وخطب امرأة فلا يجوز لمن علم بذلك أن يخطبها إلا في أحوال. الحالة الأولى إذا أذن الخاطب الأول، الحالة الثانية إذا رغب عنها، الحالة الثالثة إذا لم يعلم الخاطب الثاني بخطبة الأول. أما إذا كان عالما ولم يأذن ولم يتراجع أو يأبى وليها أو هي إجابته، فإنه يحرم عليه أن يخطبها حتى ينتهي الخاطب الأول منها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لأن ذلك من حقوق المسلم ولا يجوز لأحد أن يتعدى عليه. نعم. قال فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها. نعم. المجبرة هي البكر، هي البكر، ووليها الذي يملك الإجبار هو أبوها أو وصيها. نعم. وغير المجبرة هي الثيب، الثيب لا تجبر وإنما تزوج باختيارها. فإذا أجاب ولي المجبرة أو أجابت غير المجبرة لم يجوز لأحد أن يتقدم ويخطب. نعم. وإن رد أو أذن أو جهل الحال جاز، يعني يجوز الخطبة على الخطبة في ثلاث هذه الأحوال. إذا رد ولم يستجب له، رد الخاطب الأول ولم يستجب له، أو لم يرد لكنه أذن قال والله أنا ما لي فيها رغبة، ما يخالف اخطب، ففي هذا الحال انتهى حقه فيجوز للآخر أن يخطب. الحالة الثالثة إذا لم يعلم فلا مؤاخذة عليه لأنه لم يتعمد الخطبة على خطبة أخيه. نعم. ويسن العقد يوم الجمعة مساء، عقد النكاح إذا تمت الخطبة وحصلت الإجابة ما بقي إلا عقد النكاح. متى يعقد؟ الأفضل أن يعقد يوم الجمعة ويكون في آخر نهار الجمعة، لأنه وقت الإجابة، لأن فيه ساعة الإجابة. نعم. بخطبة ابن مسعود، بخطبة ابن مسعود يستحب أن يخطب عند عقد النكاح، يخطب الولي أو يخطب الطرف الثاني أو يخطب الحاضر بينهما، المهم أنها تحصل خطبة عند العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه. هي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم يقرأ الآيات الثلاث في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الثانية من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الثالثة من سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا مستحب في العقد، وإن لم يخطب واقتصروا على الإيجاب والقبول فلا بأس بذلك، والعقد صحيح. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع.
هذه في الختام تحية من مهندس الصوت عبد الله عريف الحربي، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.